ومتع نفسك يا دكتور. الليله دي ليلتك، بس حاول ما تسهرش لمتاخر عشان تصحى فايق الصبح. قدامك يوم طويل بكره مع اصحابك مفتشين حقوق الانسان. يا دكتور أيمن، أي حاجة هتقولها لنا هنا هتفضل في سرية تامة. وانتوا ضامنين للسرية دي؟ أرادوا دربنا واستتعبنا يا دكتور. احنا عملنا جولة تفتيشية كاملة للسجن النهاردة وما قدرناش نلاقي أي دليل على تعذيب المساجين هنا. ما فيش أي دليل على وجود غرف عذيب. في غرف خالية في بعض الأدوار، لكن دي غرف ممكن استخدامها لأي شيء. بالظبط. يا دكتور أيمن، إلو الدور إلو ديلا كاوين. ما نقدرش نأكد أي شيء في تقريرنا بدون أدلة واضحة، ولغاية دلوقتي مفيش أي دليل على تعذيب أي مسكون أو وجود أي أماكن أو معدات مستخدمة للتعذيب. حتى أنت. حتى أنا إيه؟ حتى حضرتك يا دكتور شكلك بخير وكله على ما يرام. ممكن حضرتك تيجي عندي هنا دي واحدة؟ أنت مش عاوز دليل؟ أنا هوريك الدليل. تعالى تفضل عندي هنا. ممكن لو سمحت تفك زراير قميصي؟ يلا عوام، انت متردد ليه؟ انت هنا عشان تفتش مظبوط؟ طب يلا فك زراير قميصي. ايه رأيك في الدليل ده؟ كافي؟ Time to show how good he is. Forgive me! God, does that make us lepers? Curse you, goddammit, one eye! What do you want, huh? Why are you looking at me, huh? Why, you look like a priest? Okay, amen and hallelujah to all of you, my son. Shut up, one-eyed Luther!